السلام عليكم. في إطار الشراكة الاستراتيجية الجزائرية القطرية يتم حاليا توسيع مركب إنتاج الحديد الصلب بلارة في الميليا بولاية جيجل. إذا يتم حاليا عملية توسيعة المركب إذا لإنتاج الحديد ليصل الثقة للإنتاجية إلى 6 ملايين طن سنويا. والجدير بالذكر أنه بموجب هذه التوسعة الجديدة سوف يتم خلق ما لا يقل عن 1500 منصب شغل جديدة في مركب بلارة بجيجل. إذن خليكم تابعوا الفيديو حول الموضوع. الحديد والصلب بالمنطقة الصناعية بلارة أحد أهم وأكبر الاستثمارات الاستراتيجية ومؤشر واضح على العلاقات الجزائرية القطرية المتينة. يشغل حاليا أزيد من 2700 عامل من الكفاءات الجزائرية المؤهلة، استطاع أن يصدر سنة 2023 أزيد من 700 ألف طن من الحديد ومشتقاته. رانا نعملوا باش نطوروا منتوج عالمي يروح للصفات العالميه بيصير بطريقه حضاريه وفي امكانيات جد متطوره، وان شاء الله راه عطاونا فرصه باش الشباب تاعنا يزيد يتطور ويزيد يتعلم ويزيد يديفلوبي روحو اكثر واكثر ان شاء الله. والحمد لله بعد مرور سنتين او تقريبا 3 سنوات من دخول وحده الانتاج رانا نقوموا بكل المهام منسوبه والموكله لنا باحسن دور. تم إنتاج هذه السنة 1.7 مليون طن، تقريبا تم تصدير أكثر من 700 ألف طن، وكان تصدير ما يعادل تقريبا 350 مليون دولار. دخلنا تقريبا 30 دولة، دخلنا 4 قارات. استثمار ضخم بمشروع التوسعة سيزيد من حدود الإنتاج الوطني مستقبلا وبلوغ عتبة 4 ملايين طن سنويا. الشراكة الجزائرية القطرية تعتبر شراكة استراتيجية وخصوصا في مجال الحديد والصلب. الأفاق واعدة جدا، وخصوصا الآن أنهينا دراسة الجدوى للمرحلة الثانية من المشروع. المرحلة الثانية نحن هي مضاعفة الإنتاج، راح يكون في مصنع أو مجموعة مصانع لنصل الإنتاج من 2 مليون طن إلى 4 مليون طن إن شاء الله. الفائدة في هذا المركب وهذه الشراكة هي تجسد في الميدان إرادة السلطات العليا في البلدين، وفيه بالأخص إرادة لتوسيع هذا المصنع. هذا من هنا بلاك سنتين راح يضعف الإنتاج. مركب الحديد والصلب بلارة صورة حقيقية ورهان رفعته الجزائر الجديدة لتقليص فاتورة الاستيراد والرفع من الإنتاج والتوجه نحو تصدير عالمي.